مساء الخير يا جماعة، إن شاء الله نعمل الإطلالة السريعة دي للدرس الخفيف ده، مجموعة كلمات ومجموعة جمل بسيطة وإطلالة بسيطة على أحد دروس النحو. نبدأ إن شاء الله. أبيدوس، أبيدوس دي المدينة اللي فيها المعبد الشهير بتاع سيتي الأول ورمسيس الثاني. باجاتيستفا، باجاتيستفا معناها ثروة. ذيرا معناها الإيمان. ذيد معناها نوع. فارما معناها منظر طبيعي. فيزيت نايا، فيزيت نايا معناها كارت زيارة. فلاديت معناها يمتلك. ان اس في ده نوع الفيرب ان او نوع الجلاجول او الفعل ان اس في، خلينا بس لما يجي وقتها اقول لكم ايه الان اس في والسي في ده. زابلا ديت معناها يمتلك. الفيرب او بتاع يمتلك بنسأل عنه بيتشيوم معناها لمن، أداة استفهام معناها لمن. فازروجديني، فازروجديني معناها بعث. فازروجديني معناها بعث. فازروجديني معناها بعث، دي خاصة طبعا بالديانة المصرية القديمة. جاريت معناها يحترق. ان اس في سيجاريت معناها يحترق. جاستب ريمينا معناها بحفاوة. جاستب ريمينا معناها بحفاوة. جاستب ريميني، جاستب ريميني معناها مضياف مع النهايات المختلفة سواء مؤنث أو محايد أو جمع. داجاد دي فاتسيا معناها يخمن. داجاد دي فاتسيا، داجاد دي فاتسيا معناها يخمن. ان اس في الاس في بقى بتاعها داجاداتسيا، داجاداتسيا معناها يخمن اس في، ولما يجي وقت هقول لكم ايه الفرق ما بين ده وما بين ده، بس الفعلين بنفس المعنى بس يعني ليهم امتدادات مختلفة أو معاني، يعني امتداد مختلف في المعاني، لما يجي وقتها هبقى أشرح لكم الكلام ده لأن هو كلام متقدم شوية. جيليز ناد، جيليز نارا روجني، جيليز نارا، جيليز نادا روجني معنى دي صفة معناها خاصة بالسكة الحديد. جيليز نادا روجني خاص بالسكة الحديد، ودي النهايات المختلفة سواء مع المؤنث أو المحايد أو الجمع. جيليز نادا روجني. زابوتيتسيا، زابوتيتسيا معناها يهتم. ان اس في بازا بوتيتسيا يهتم برضو. اس في زاجاتكا معناها لغز، زاجاتكا معناها لغز. زاجيجات معناها يحرك، زاجيجات معناها يحرك. زاجيش، زاجيش معناها يحرق برضو بس دي ان اس في ودي اس في. زانيمات معناها يشغل مساحة من الارض، ان اس في. تيريتوريو على سبيل المثال دي معناها الارض، يعني زانيمات معناها يشغل مساحة على سبيل المثال تيريتوريو من الارض. زانيات معناها يشغل مساحة برضو بس دي اس اس في والتانية ان اس في. زاشيتنيك معناها مدافع، يعني واحد بيدافع عن حاجة بيبقى اسمه زاشيتنيك معناها مدافع. زناشيني معناها بمعنى أهمية، يعني زناشيني معناها أهمية. ننتقل إلى ورقة تانية. كارافاني خاص بالقافلة، قافلة حتى الكلمة بالإنجليزي اسمها كارافان وبالروسي برضو اسمها من أسماء القافلة كارافان. كارافاني يعني حاجة خاصة بالقافلة، هنا طبعا الصفة مذكرة عشان النهاية مذكرة، مؤنثة بتبقى دي النهاية، محايد بتبقى دي النهاية، الجمع بتبقى دي النهاية. كاليت سيفوي معناها دائري، كاليت سيفوي معناها دائري، كاليت سيفوي معناها دائري، أي حاجة هتاخد صفة دائري لو مذكرة هتبقى كده، مؤنثة هتاخد النهاية دي، ومحايد وجمع زي ما احنا متفقين. كومفورتابلني معناها مريح، كومفورتابلني معناها مريح، وبرضو الصفة واخده المذكر، لو مؤنث بتبقى دي النهايه، لو محايد بتبقى دي النهايه، لو جمع بتبقى دي النهايه. كان يشني معناها نهائي ونفس الفكره. ليسا معناها ثعلب، ليسي معناها ثعالب ده الجمع بتاعها. لوماني معناها مقصور او متعطل.
مارش روت معناها خط سير، مارش روت معناها خط سير. ميجا بوليس معناها مدينة كبيرة، ميجا بوليس معناها مدينة كبيرة. ميلي، ميلي معناها لطيف، جاي وبرده في كلمة خدناها سيمبيتاشني، لو انتوا راجعتوا الدروس اللي فاتت برده معناها لطيف، والنهايات المختلفة سواء مع المؤنث أو المحايد أو الجمع زي ما احنا شايفين. ميرني معناها سلمي، ميرني، مير يعني سلام، خدناها برده الكلمة دي، ميرني هي الصفة منها، سلمي ميرني، ودي النهايات بتاعتها برده. مودري معناها حكيم، مودري معناها حكيم، ودي برده النهايات بتاعتها سواء في المذكر او المؤنث او المحايد او الجمع. موسور معناها كمامه، موسور معناها كمامه. ناديجدا معناها امل او رجاء، اسمها ناديجدا معناها امل او رجاء. نادي ياتسيا معناها يامل، ان اس في، الفيرب في ان اس في. با نادي ياتسيا معناها يامل برضو بس في الاس في. اوفاش ده صنف من الخضروات، يعني الخضروات اسمها اوفاشي، ده صنف من الخضروات بنسميه اوفاش. باساجير معناها راكب زي ما احنا شايفين. بري فاديت معناها يترجم، ان اس في، الفيرب هنا ان اس في، لما يجي وقت هقول لكم ايه الان اس في والسي في، بس احنا دلوقتي نقول بري فاديت معناها يترجم، يترجم قصه، يترجم كلمه على سبيل المثال. بيري فيستي معناها يترجم بس هنا في الاس في. بيري ساتكا، بيري ساتكا تغيير وسيله اسمها بيري ساتكا. بيرسونال، بيرسونال، بيرسونال دي الافراد العاملون والمستخدمون، يعني في فندق على سبيل المثال او حاجه بيبقى اسمهم بيرسونال. ننتقل لصفحه ثانيه. با بي ديتل معناها منتصر، با بي ديتل معناها منتصر. باد زمني معناها تحت الارض، باد زمني معناها تحت الارض، وطبعا هنا المذكره لو مؤنثها تبقى كده، لو محايد بتاخد النهايه دي، لو جمع بتاخد النهايه دي، وبنشيل النهايه دي، الكلام ده قلناه مرارا وتكرارا. بايف لايتسيا، بايف لايتسيا معناها يظهر، ان اس في. بايا فيتسيا، بايا فيتسيا يبقى أول واحدة بايا فلايتسيا معناها يظهر، بايا فيتسيا معناها يظهر بس هنا ان اس في وهنا اس في، لما يجي وقت هقول لكم. بريفي داستيفافات معناها يرحب، بريفيت داستيفافات معناها يرحب. بريفي داستيفافات، بريفي داستيفافات معناها يرحب. باب بريفي داستيفافات معناها يرحب، باب بريفي داستيفافات، بريفي داستيفافات معناها يرحب، باب بريفي داستيفافات معناها يرحب. هنا اس ان اس في وهنا اس في، برضه هو يعني الافعال بتبقى كبيره شويه فبس بالتعود بنجيبها. بريفي، بريفيت داستيفافات معناها يرحب، بري باب بريفي داستيفافات معناها يرحب. برابوس كمعناها كارنيه. براس لافليني، براس لافليني معناها مجيد، براس لافليني معناها مجيد. براس لافاليات، براس لافاليات معناها يمجد، براس لافاليات معناها يمجد. ان اس في هنا الفيرب، براس لافيت معناها يمجد، اس في، براس لافيت معناها يمجد. رادي، راديال ليني، راديال ليني معناها شعاعي، راديال ليني معناها شعاعي. سيفيتا معناها شمع، سيفيتي، سيفيتا شمعة واحدة مفردة، سيفيتي معناها شمع. سكوروست معناها سرعة، سكوروست معناها سرعة. سكوربيون معناها عقرب. سلافا معناها المجد.
سلوجني معناها صعب مع النهايات المختلفة، هنا في المذكر، هنا في المؤنث صفة مؤنثة سلوجنايا، وهنا في المحايد، وهنا في الجمع سوبيكت. سوبيكت معناها مبتدأ، ده في النحو يعني ده تعبير يعني كلمة اسمها مبتدأ، المبتدأ والخبر والكلام ده، بس هنا طبعا مبتدأ اللي هي سوبيكت اللي هي اللي في النحو. أومين شات معناها يقلل، أومين شات معناها يقلل، أومين شيت معناها يقلل، هنا اس ان اس في وهنا اس في، احفظوها بس كده وبعد كده لما يجي الجرامر ده انا هشرحه. أومين شات أومين شيت معناها يقلل، ان اس في واس في. أوميرشي معناها متوفي، أوميرشي معناها متوفي، لو متوفية تبقى أوميرشايا على سبيل المثال. وهنا للمحايد وهنا للجمع. في في دي تيبا، ما دي تيبا اللي هي الاكسر. شتوبي معناها لكي، شتوبي معناها لكي. ننتقل الى شاكال اللي هو ابن اوي، الحيوان المشهور في مصر الفرعونية اسمه شاكال ابن اوي. شتراف معناها غرامة، شتراف معناها غرامة. شدري معناها كريم، شدري معناها كريم. إف يو بيسكي معناها أثيوبي، إف يو بيسكي معناها أثيوبي، مع النهايات المختلفة في المؤنث أو المحايد أو الجمع. إف يو بيسكي معناها أثيوبي. بعض الكلمات كده أو الجمل اللي هتبقى مفيدة في السياحة، مثلا بقول دراجي دروزيا، دراجي دروزيا معناها أصدقائي الأعزاء، دراجي دروزيا معناها أصدقائي الأعزاء. انترسنايا اكسكورسنايا براجراما، برنامج سياحي مميز. بس لحظة بس، في حاجة عايز أشيك عليها، حاجة صغيرة عايز أشيك عليها. دراجي دروزيا أصدقائي الأعزاء، انترسنايا إكسكورسنايا براجراما، برنامج سياحي مميز. ميجيلايم جوستيام ناشي كامباني خراشو الدخنود في جيبتي، يعني نحن نأمل لضيوف شركتنا راحة جيدة في مصر. في جيبتي لوبيات الديخات انستراني توريستي، في مصر السياح الأجانب يحبوا الاسترخاء. بوستيني إجيبت الصحراء المصرية، حاول كده أراهم كده تاني. دراجي دروزيا للعلم ده حرف الإي اليو يعني اللي هو الإي بالإنجليزي، بس يمكن الشرطة بس ما كملتش أو كان القلم بيقطع أو حاجة، لكن ده حرف اليو زي الحرف ده على سبيل المثال، فياريت بس تصلحوها. دراجي دروزيا معناها أصدقائي الأعزاء، دروزيا دي جمع صديق دروزيا، ودراجي بمعنى الأعزاء. انترسنايا إكسكورس سيونايا براجراما، برنامج سياحي مميز، دي براجراما برنامج. اكسكورسونايا سياحي، وانترسنايا معناها مميز، وطبعا كل ده واخد صفة المؤنث لان براجراما بتنتهي بآ مؤنث، وانترسنايا الصفة بتنتهي بآ يا مؤنثة، واكسكورسيونايا سياحي برضو بتنتهي بآ يا مميز. فهنا زي ما احنا شايفين ميجيلايم جيلات معناها يعني نحن نأمل، هنا متصرفة مع الضمير مي بمعنى نحن، يعني مثلا لما مندوب سياحة أو مرشد سياحي فبيقول للشركة إن إحنا بنأمل لضيوفنا راحة جيدة في مصر، فبيقول ميجيلايم نحن بنأمل، جاستيام ناشي كامباني يعني سياح أو ضيوف، ناشي كامباني شركتنا، ناشي نحن، كامباني شركتنا. خرشو الدخنود في جيبتي، هنا راحة، خرشو راحة جيدة، في جيبتي طبعا في جيبتي بتنتهي هنا باليو اللي هي الدالة على البريدلوجني باديش، الحالة الثابتة جر ومجرور عشان معاها حرف الفي اللي احنا شايفين زي ما قلنا ان الفي والنا
هي الحروف الدالة على الحالة الستة. في جيبتي نفس القصة، في جيبتي ليه مش في جيبت، لا في جيبتي، لأن هنا برضو جر ومجرور بعد الفي. في جيبتي لوبيات الدخات، في مصر بيحبوا انستراني توريستي. انستراني هنا معنى أجنبي يعني، والتوريستي الأجانب، السياح الأجانب بيحبوا الدخات الراحة في مصر. برضو دي كلمة برضو كمدخل كده حبيت أكتبها، اللي هي بوستيني إيجيبتا، الصحراء المصرية. بوستيني إيجيبتا، الصحراء المصرية. ننتقل إلى حاجة، ورقة تانية. زي ما احنا قلنا ان سياسة الدروس مش بتنصب على الجرامر بشكل فيه عميق او بشكل فيه عمق، على اعتبار ان الفوكس بتاعنا على الكلمات والجمل اللي بنستخدمها مع السياحة، بس ده برضو ما يمنعش ان احنا ايه نعمل لمحة عابرة عنه عشان نفهم الدنيا ماشية ازاي. انا دلوقتي بشرح الماضي. الماضي ببساطة شديدة ده فعل ربوطت، احنا خدناه معنى يعمل وصرفناه قبل كده في الحلقات اللي فاتت. لما بصرفه في الماضي التي ميخكز نق دي بتتشال وبيتحط حرف ال مع المفرد المذكر، و ال آ مع المؤنث المفرد يعني، و ال اي مع الجمع بنوعيه يعني. هنا لو انا مذكر، تي مذكر، اون دي ضمائر كلها مذكره بمعنى انا او انت او هو، بحط ال. طيب مع المؤنث انا بالمؤنث او انتي او هي بيبقى لا. كويس، الجمع بنوعيه لي، بشيل النهايات دي وبحط ايه الثلاث نهايات دي عشان احول الفعل للماضي. طبعا في استثناءات بتتحفظ زي ما هي بس دي القاعده العامه. طيب نترجم الكلام ده على ارض الواقع. الواقع احمد رابوتا الفريستروني، احمد اشتغل في مطعم، المفروض احمد رابوتت على اعتبار لو احنا بنتكلم في المضارع، بس بما ان احنا عايزين نتكلم في الماضي فبنقول ان هو اشتغل، يبقى رابوتل، يبقى جبنا رجعنا الماضي للمصدر بتاعه الاصل، شيلنا الطي ميخكز نك وحطينا ال عشان احمد مفرد زي ما احنا شايفين، يبقى احمد رابوتل ريستروني، احمد اشتغل في مطعم. طيب ماما جافاريلا نينادا كوريت، ماما تحدثت، ليس ضروري ان تدخن. ماما هنا مؤنث ومفرد يعني مؤنث مفرد. طيب ماما يعني انا، هي جافاريلا، يبقى زي ما احنا رجعنا جافاريت بمعنى يتحدث اللي عملناه ان احنا رجعنا الفعل يعني، تخيلوا ان ده جافاريت، شلنا التيم يخجز نك وحطينا ال عشان نحولها للماضي، يبقى ماما جافاريلا، ماما تحدثت، ني نادا ليس من الضروري، وزي ما خدنا في المحاضره اللي فاتت ني نادا من الكلمات اللي بيجي بعديها الانفينيتيف او المصدر زي نادا، نينادا، مجنى، ونيليزيا، يبقى نينادا كوريت، ليس من الضروري ان تدخن. طيب هنا ناخد بقى مثال للجمع، توريستي جافاريلي بيسترا، هنا توريستي جمع، اني هم يبقى جمع، جافاريلي جافاريت، هنرجع الفعل للمصدر بتاعه، هنحذف التيم يخكز نك وهنضيف ال اي، تبقى زي ما احنا شايفين توريستي جافاريلي بيسترا بسرعه. من الكلمات الداله على الماضي يعني اللي واقع في ايدينا دلوقتي، في طبعا حاجات كتيره بس اي حاجه بتدل على الماضي، مثلا على سبيل المثال شراء معنا امس. مثلا السؤال ده بيقول لك اشتو اون، دي حرف الان، اشتو اون ديلال فيت شراء، ماذا هو فعل امس؟ طبعا ديلال اللي هي ديلات بمعنى يفعل، برضو نفس القصه رجعناها للمصدر بتاعها وشلنا التي ميخكز نك، ميخكز نك، وضفنا الاي ال اللي هي الداله على الماضي على اعتبار انها اون هنا مفرد يعني مذكر اللي هو اون هو، يبقى اشتو اون ديلال فيتشرا، ماذا هو فعل امس. طيب هنيجي برده في كلمه كان، بيت يعني يكون، في الماضي بنستخدمها ازاي؟ بتبقى بيل للمفرد المذكر، كويس، او بيلا للمفرد المؤنث، او بيلي للجمع بنوعيه. ناخد امثله، كريم بيل في كلاسي، كريم كان في الفصل، هنا كان هتبقى بيل زي ما احنا شايفين على اساس كريم مذكر مفرد. طب لو مؤنث، ايرينا بيلانا اكسكورسي في كايري، ايرينا واحده اسمها ايرينا، بيلا كان بيلا كانت نا اكسكورسي في رحله في كايري في القاهره، فتبقى هنا بيلا زي ما احنا شايفين نا اكس كورسي، حطينا ال على اعتبار انها مفرد مؤنث. طيب نيجي بقى لمثال للجمع،
بيلي الجمع توريستي بيلي نكرابلي نانيلي السياح كانوا في مركب نيلي توريستي السياح بيلي عشان ده جمع طبعا نكرابلي نانيلي وهنا طبعا كل ده بريدلوجني باديش بريدلوجني باديش الحالة السادسة الجار والمجرور زي ما قلنا اللي هي فا أو نا فبالتالي النهايات بتبقى زي ما احنا شايفين اللي بتدل على الجر والمجرور اللي هي حرف اليوه وعليه أودارينيا وهنا حرف اليوه مع النيل يبقى توريستي بيلي نكرابلي نانيلي السياح كانوا في مركب نيلي ميس ماتريلي شوز فوك اي سيفيت نحن سماتريلي شاهدنا هنا طبعا سماتريلي مش سماتريل او سماتريلا على اعتبار هو هنا لا مفرد مذكر ولا مؤنث لكن هنا عشان جمع يبقى ميس ماتريلي نحن شاهدنا كويس شوز فوك اي سيفيت عرض الصوت والضوء طيب ناخد برضو بعض الكلمات الحلوة كده كمدخل فرعون بتساوي سار بمعنى ملك يعني سار بالروسي معناها ملك اللي هي فرعون في الكلمة الحلوة دي مفتاح الحياة كلوتش جيزني مفتاح الحياة كلوتش جيزني كلوتش دي معناها مفتاح وجيزني معناها الحياة نختتم بالجملة دي بلوكسوري نابيريجو نيلا نازابادي ناخودايتسيا إزفيستيني نيكروبلي دالينا ساري إيدالينا سار ساريس في الأقصر على ضفة النيل في الغرب يوجد مقابر مشهورة هي وادي الملوك ووادي الملكات فلوكسوري في الأقصر طبعا في لوكسوري بريدلوجني باديش فهنا في إي فلوكسوري في الأقصر نابيرجو نيلا نيل بيرجو يعني ضفة نيلا نابيرجو نيلا على نهر أو ضفة النيل نابيرجو معناها ضفة نيلا نازابادي نازابادي يعني في الغرب نازابادي في الغرب ايه بقى اللي موجود ناخودايتسيا موجود ولاحظ هنا انه في ناخوديتسيا وفي ناخودايتسيا ناخودايتسيا للجمع ناخوديتسيا للمفرد هو هنا قال ناخودايتسيا على اعتبار ان اللي هيعدده بعد كده جمع كويس نخلي بالنا من الحاجات دي لانها بتفرق ازفيستني نيكروبلي شوف بقى كل الصفات دي فاكرين انتوا لما كنا بيجي صفات وبقول لك دي على حسب النهايه بتكون لو جمع تبقى كذا لو مذكر تبقى كذا لو مؤنث تبقى كذا لو محيط تبقى كذا بما ان هنا الجمع مذكر الجمع الجمع يعني الصفه فيها جمع فشوف هنا حطيت لي النهايه اي يو اللي هي النهايه تدل على الجمع مش ازفستنايا مثلا يعني ازفستنايا اكسكورسيا مثلا رحله شيقه لا ازفستني نيكروبلي هنا عشان نيكروبلي معناها مقابر جمع فحط هنا الصفه جمع وكلمه ناخد ناخد ايتسيا برضو جمع دالينا ساري وادي الملوك وايه دالينا ساريس وادي الملكات هقراها تاني فلوكسوري في الاقصر نابيرجو نيلا على ضفة النهر نازابادي في الغرب ناخودايتسيا يوجد إزفيستني نيكروبلي مقابر مشهورة إزفيستني نيكروبلي مقابر مشهورة كل حاجة هنا جمع عشان دي جمع دالينا ساري وادي الملوك إدالينا ساريس ووادي الملكات شكرا لكم.